تذكر شيء متذكر طيب شمين طيب شمين شمين خليس خليس عيني واطي مظبوط عيني واطي حتى اللعبة اللي لعبها تبعت البنات شو كان اسمها؟ هي ام الكعبي شوفوا الكعبي وينطوا الكعبي والله كثير حلوة الله يرحم عليك اي والله ما بقى شيء يرجع كله راح طيب بتلعبوا لعبة؟ بيركين بيركين تعال نتسلى فعلا نتسلى شوي هيك خيو تلعبوا لعبة كسر تليفون فيك ايه بنلعب ايش رايكم؟ بلعب انا يلا يلا شو هاي اللعبات طريقة؟ انت انا ربحت مجنونة؟ كسرت مجنونة انت؟ مجنونة كسرت جهاز ليه جبت شاكوش انت؟ انا دايما معي شاكوش الله اكبر يعني هلا اذا لقيت لعبة صاحب البيت و صورتي كل شيء كل شيء تغير ذاك الاكل الشرب اللبس كل شيء العالم عادات التقاليد كل شيء تغير اكيد يعني في شيء ما والله يعني. ما تم اي والله ايه ما ضل شيء مثل الاول كل شيء والله اي والله خلينا نتسلى شوي اي والله تعال نلعب لعبه جهاز شو اسمه هذا اي والله اي والله زمان النت لك حتى اللعب لعب تتذكر فرق اولي لعب اولي يلا ماشي عيب فيها خلص عيب فيها ماشي ما بزبط الحكي يا اختي دوري عليه بتلاقي تحت ديوانه بتلاقي تحت كنبايه بتلاقي تحت شغله عيدوا عيدوا بابا كرامه لله صار عمرك 75 سنه بابا يتحمل بدي لا ضحكت ما ضحكت لاني باركت لك تجوز ستة وعمرها 75 سنة مين لا ترضى؟ لا تجوز تحمل يا ابني ثلاث شهور ما بتتحمل بيقول المثل ارمل ايش قال العيدة 75 سنة هلا بقوم بخطخ 50 بوكس بتحسن تقول شيء تمك هي ضروري تفضل يا امر لابد منه شغلت لي بابي اليوم يا ابني انا اشغلت لي بابي يعني شي 75 سنه هلا بقوم بقت لك انا والله سبحان الله ونعم الوكيل بس بعدين انا قلت ابدعني لك يا بابا صار متجوز سته ايه سته سبعه يعني اعطيتها شي انت يا ابوي لك بابا صار عمرك 60 سنه 70 سنه رايح 80 سنه ايه ايش في بابا؟ عيدها شي 60 سنه 70 سنه 80 سنه لا انا حاطين داعي لاني ضحكت خربط لا خربط صرت متجوز سته ومرتك ما صار لها متوفي غير ثلاث شهور طيب انت تسامر يا ابني يعني تم عزابي انا طلع يعني راسي يا ابني يا بابا بس دقيقة اتجوز اتجوز انا يا بابا ليه؟ صبر فرش وما شاء الله لازم نسأل صبر ديلوكس بدنا نسأل بس مين نسأل؟ نسأل والله يا ابن البيت شغلي ها يا والله يا بابا كويس ديكورات وفرش بيت كل شيء مظبط احسن كويس والله يعني شفت شفت